طيب إذا كان نفلا وأردت أن تدخل عليها نفلا آخر فهل يجوز؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته. مثال: رجل دخل المسجد قبل صلاة الظهر بعد الأذان ونوى صلى ركعتين، نوى فيهما تحية المسجد ونوى فيهما الراتبة القبلية للظهر، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ويقع له النيتين، واضح؟ طيب، رجل دخل مثلا المسجد في وقت الضحى قبل أذان الظهر بفترة، وكان قد توضأ ودخل ونوى ثلاث نوايا. النية الأولى نية إيش؟ سنة الوضوء، والنية الثانية دخول المسجد، والنية الثالثة صلاة الضحى، يؤجر كأنه صلى ست ركعات. شوف، لذلك يقول العلماء من أتقن باب التشريك في النية حصل له بنيته أجر عظيم، لأنك أنت تنوي بدل أن تدخل وتنوي تحية المسجد فقط، لماذا لا تنوي معها الضحى وتنوي معها إيش؟ سنة الوضوء. فإذا إذا أدخلت نفلا على نفل فيجوز ذلك بشرط ألا يكونا مقصودين. ما معنى أن يكونا مقصودين؟ يعني مثلا صليت العشاء، بعد صلاة العشاء تقول أنا أريد أن أصلي الآن ركعتين، النية الأولى وتر صلاة الوتر، والنية الثانية ركعتي راتبة العشاء البعدية، نقول لا، لأنهما كلاهما مقصودين لذاتهما. مثال آخر: رجل دخل المسجد وتذكر أنه ما صلى راتبة الظهر، تمام، القبلية، وصلى الظهر وقال أريد أن أصلي ركعتين أنوي بهما راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية، نقول لا ما يجوز، لأن هذه راتبة، واضح، لها يعني عبادة مقصودة بذاتها. أما صلاة الضحى لك أن تدخلها مع أي صلاة، تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه الصلوات لك أن تفعلها بأكثر من نية، لا بأس بذلك.